وبعدين معلش في حته لازم اقولها لان الحته دي يعني وجعاني جدا. واحد او محلل فني فشل مع انديه الدوري الممتاز او ما اعتقدش درب انديه لدوري الممتاز، وفشل مع انديه في الدرجه الثانيه، وفشل مع انديه في الدرجه الثالثه، يعني اتكلم زي ما تتكلم، وطالع يتكلم على النادي الاهلي. طب ازاي؟ ازاي؟ اتكلم وحلل وقول اللي انت عايزه من الناحيه التحليليه، ما عنديش اي مشكله، قول اللي انت عايزه. هنا بنجيب الناس اللي شايف من وجهه نظره ان موسيماني اخطا، ما عندناش مشكله، اللي شايف ان بعض اللاعبين اخطاوا ما عندناش مشكله ان احنا نتكلم في هذا الموضوع. ولكن ان حضرتك فاشل في كل حاجه وفي كل الفرق اللي انت الحاجه الوحيده اللي انت ناجح فيها الكلام. الكلام بس، ما يعني ما فيش اي حاجه تانية انت ناجح فيها، الكلام بس اللي انت ناجح فيه. عايز تركب الترند وعايز تتحط نمره واحد على الترند والكلام ده كله. لكن ان حضرتك تيجي تتكلم وتعيب في مدير فني او تعيب في لاعبين، انا يعني حتى الواحد لما بيجي يتكلم دايما على الانديه المنافسه بيتكلم بمنتهى الاحترام. بنتكلم ان احنا في التحليل، لما بنيجي نتكلم في التحليل بنتكلم بمنتهى الاحترام، بنحلل الانديه، بنقول على نادي الزمالك نادي كبير، بنقول على نادي الاسماعيلي نادي كبير، لان دي الحقيقه بالمناسبه. محدش يقدر ينكر هذا الكلام، محدش يقدر ينكر هذا الكلام. ولكن لمجرد ان انت عايز تطلع علشان تركب الترند، انت حر، اركب الترند واعمل اللي انت عايزه وشوف جمهور الاهلي بيعمل معاك ايه. ده لاي حد الكلام ده في المطلق، خصوصا بقى اذا كنت انت فاشل ما عندكش اي تجربه ناجحه غير على التلفزيون بس، غير على التلفزيون بس. فالحقيقه كلام مختلف جدا، وكلام الواحد بيشوفه من امبارح للنهارده عندنا سلبيات. هل معنى الكلام اللي انا بقوله ده كله ان الاهلي كان عامل ماتش جامد ومش عارف ايه؟ لا طبعا، لا طبعا. انا كنت اتمنى ان النادي الاهلي يعمل مباراه افضل من كده بكتير. على فكره ده برده مش كلامي، ده كلام المدير الفني بيتسو موسيماني اللي قال ايه في المؤتمر الصحفي. قال بعد ما لعبنا في كاس العالم احنا عندنا حاجات كتيره جدا لازم لسه نعدلها ونغيرها. فهو لما بيجي يتكلم هو بيتكلم على فريق بشكل عام، فلازم يبقى واخد باله من الكلام. لكن انا بقول لحضراتكم، هل معنى كل الكلام اللي بيتقال ده ان الاهلي كان كويس؟ يبقى في ناس ما بتفهمش الكلام كويس، طبعا بعض من لا يشجع النادي الاهلي يعني ما بتفهمش الكلام كويس. كل اللي احنا بنقوله وكل اللي احنا كنا بنعمله خلال الاربع ايام اللي قبل مباراه بايرن ميونخ هي رسائل تحفيزيه للفريق، رسائل تحفيزيه لكل اللاعبين، رسائل تحفيزيه للمدير الفني. لكن عايز تنتقد اداء النادي الاهلي، من حقك تنتقد اداء النادي الاهلي ومن حقك تقول اللي انت عايزه، ولكن في اطار النقد، في اطار ان انت بدون تجريح، بدون تجريح ولا تشويه، لان عمر ما حصل، وإذا حصل مش هتلاقوه هنا على شاشة قناة النادي الأهلي أبداً.